معلومات وتفاصيل عن هذا الحادث المرتبط أساسا بتسرب للغاز. وهو كذلك سيدي الكريم، إذا أولا نترحم على ضحايا هذا الحادث ونقدم تعازينا لعائلاتهم باسم الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز صداك. حسب المعاينة الأولية سيدي وبكل تحفظ الحادث الناجم يعني بعد ظهر اليوم بالضبط على الساعة 2 في طريق الرقاطة مدينة البيض، ناجم عن تعدي على شبكة الغاز الضغط المتوسط من طرف مقاول أو مقاولة خاصة لا تربطها أي علاقة عمل بمؤسسة التوزيع. مباشرة يعني لما كيف تعدي فقط؟ هو تعدي على الشبكة سيدي، هي احنا نعانيو من هذه الظاهرة، التعدي على الشبكة في مقاولات بآلات حفر تعمل مباشرة على الأرض دون علم الهيئات المخصصة فيما يخص احنا القنوات، نتكلم على شبكة التوزيع دون علمنا ودون إشارتنا، لأننا في مثل هذه العمليات يشيروا لنا هناك تنسيق بينكم وبين المقاولات. أكيد تنسيق، ويقوم عامل من مديرية التوزيع مثلا البيض يراقب ويعطي المخططات التي تمر سواء كانت الجهة الباطنية للغاز أو حتى الكابلات الباطنية. إذا مباشرة وإثر علمنا بهذا الحادث تم وعلى إذرها مباشرة فريق عمل مختص من طرف مديرية العمل لشركة توزيع صداك. هذا الفريق راح يمد كل يد العون للجهات المخولة لها قانونيا لمباشرة التحقيقات مثل هذه. يعني نتأسف مرة أخرى لأننا احنا رانا نباشروا في عملية تحسيسية وتوعوية تجاه المقاولات تجاه المؤسسات وحتى لبريفي الخواص، لأنهم يتعدون على الشبكة في العديد من المرات، وها هي مرة أخرى تعدي على الشبكة يخلف ضحايا. نتأسف ونترحم عليهم. يعني جيد سي خليل هدنة، فقط أنت الآن تؤكد أنه الحادث لم ينجم عن تسرب للغاز داخل البيوت وإنما تعدي على قناة ناقلة للغاز، هكذا؟ نعم أؤكد وأجزم باسم الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز صداك أن الحادث ناجب عن تعدي على الشبكة من طرف مقاول لا علاقة له، أي لا علاقة عمل له بين الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز اللي هي فرع لمؤسسة سونيغاز. أشكرك جزيل الشكر سيد خليل هدنة، المكلف الإعلام في شركة توزيع الكهرباء والغاز. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. ذكروا